يعني سبت الفاكهة كلها وما جبتش الا كاكا؟ بلاش الكاكا، جبت لك حاجة تانية. بص دي، هو أنا كنت فاكرها دوم، سألت عليها قالوا لي دي حاجة اسمها إيه؟ كيكي. كيكي؟ آه أيوه، كيوي. كيوي؟ كيوي يا أبو جهل. سبحان الله سبحان الله. بص بقى جبت لك إيه؟ نضارة بربريز في مية. خد. مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجة. شكلك مكسوف. ماشي بس بقى خليها. طب خليها. خد الجراب ده بقى. سيب. ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتعمري عليها عيش يعني، بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. اه؟ مال عبي السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده؟ هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟ بقول لك يا زكي. لا ايه ده؟ روح، انا مش خارجه النهارده. اروح؟ اه. طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. ارضيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرج عليها دي؟ مش دي المولودي برضو؟ امشي. طيب حاضر. امشي. لو ما دفعتش ثمن القهوة اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدوم اللي وسختها، انت على عمر. صباح خير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا انا سارة صاحبة اخته. اه ما شفتكيش قبل كده. عمر غمض عينيك. فتح بقى. الله حلو قوي ده، شبه كيتوس بالظبط. شفت؟ معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي، فجبت لك واحد مستعمل، بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول. يا مندا، مندا، اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي. هتسميه ايه بقى يا عمر؟ هسميه زكي. زكي؟ حلو اسمه. اسم لطيف يعني وجديد برضه. طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها. ها امسكه جامد لحسن يطير منك. بعد اذنكم. لا بتهرج. هاي شيرين. هاي بابي، ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا ده رقم ما حدش بيرده. وبعدين حضرتك ايه اللي جابك بدري؟ ايه ريحه السجاير الوحشه دي؟ هاي زكي، ازيك؟ انا طالع فوق اغير هدومي ونازل تاني. يا ريت تقول لعم حسنين يجي يتغدى بسرعه. اخبار عم حسنين ايه؟ لما انتوا مش قد السجاير بتشربوها ليه؟ ها؟ تشربوها ليه؟ على فكره دي مش علبتي. امال خدتيها ليه لما هي مش علبتك؟ ماشي يا خيرت بيه. ايه ده الفضيحه لما بتصدق؟ اعترفوا بقى اعتراف بالحق فضيله. وبعدين ايه الولاعه البيئه دي؟ ولعتي كانت اشيك على فكره بكتير. على العموم ميرسي. ماشي يا خيرت بيه. هنعمل ايه يا زكي؟ انت بتكلمني انا ولا بتكلم الكلب؟ بكلمك انت. انت اللي هتعمل. لا يا عم. لا يا عم، خليك كده جبان. انا مش فاهم انت خايف من ايه يعني؟ ها؟ خايف من ايه؟ هيحصل ايه؟ بص يا عمر، انا عايزك تبقى شجاع، تبقى راجل كده مال وهدومك. عايزك زي الاسد، اسد واقف وبمنتهى الصراحه تقول له بابا انا عندي كلب. كلب تاني في البيت يا عمر؟ احنا مش كنا اتفقنا بالموضوع ده وخلصنا منه؟ انما انا اللي غلطان، انا اللي سايبكوا تعملوا اللي انتوا عاوزينه. انت ايه اللي خلاك تقول له بابي؟ بس بقى، بس عشان كنت هتودينا في داهيه. انا قلت لك بابي هيزعل، وانت مش مصدقني. قعدت اقول له بابي هيزعل وهيتضايق وما بيحبش الكلاب، قعد يقول لي لازم اقنعه، لازم ابقى راجل، لازم ابقى اسد، كلام كده كله مليان حيوانات. بس مين اللي جاب الكلب ده؟ شيرين؟ ايوان، شيرين اللي جابته. بس ده مش موضوعنا يا باشا. المصيبه دلوقتي ان في كلب في البيت. الكلب ده لازم يتصرف حالا. طمن حضرتك انا هتصرف. هات الكلب ده. اتفضل اطلع على اوضتك. حلو كده؟ حضرتك متضايق ليه يعني؟ في حد يتضايق من كلب يا فندم؟ ده حتى القافله تعوي والنساء تسير عادي. وبعدين حد يتضايق؟ بص يا فندم، ده حاجه تضايق منها؟ ده حتى شبه الليفه المحروقه.
ولا ناقصك يا جدع انت؟ يا خرب بيه ده ما بيكبرش، لحسن تكون فاكر انه هياخد حيز ولا حاجه. وبعدين بص ده بيمشي، بص 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 بيمشي ازاي؟ شيله من على السجاده. ما تخافش حضرتك، هو لا يمكن هيعملها دلوقتي، اصله لسه عاملها على السجاده اللي فوق. زكي يا عمر كان مرتبط قوي بالكلب اللي كان عنده، وتأثر نفسيا جدا لما مات. قصدك لما اتقتل؟ عموما انا هرجعه من مكان ما جبته. يعني هو انت اللي جبته؟ ايوه انا اللي جبته، بس هرجعه. يعني يا خيرت بيه، يا خيرت بيه، انا مش صعبان عليا حد غير عمر، ده زمانه قاعد يعيط في الاوضه دلوقتي. وبعدين فيها ايه لما يبقى عنده حته كلب صغير زي ده؟ مش احسن ما يشرب مخدرات؟ مخدرات؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايوه الادمان ملوش سن، الادمان يدق الابواب في اي وقت. انا هرجعه. يا عيني يا عمر يا زكي. ايوه هو مفيش لون تاني غير الاسود ده، في اسمر. اوكي انا موافق، بس على شرط الكلب يفضل في الجنينه، ما يدخلش من باب البيت. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا خير ربي. الهي ربنا يكملك ببدلك، ربنا يقدرك وتخلص السيجار اللي في ايدك يا عمر. عمر بابا وافق على الكلب، بابا وافق على الكلب خلاص. لو مش كده وبس، هيخليه يقعد معاك في الاوضه كمان. انا اللي خليته وافق. صباح الخير. ايه 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 انت بتعمل ايه هنا؟ انا بيت هنا من امبارح. انا قلت اجيبك من اول الخط، ها، عشان ما تعرفيش تزوغي تاني. اتفضلي اهو مكان اهو يا زكي. يلا بسرعه انزل احجز المكان ده قبل ما عربيتي تيجي تاخده. طب يا بنتي ما تركيني جوه. يا بنتي دلوقتي النادي هيبقى زحمه، يلا بالمكان يتاخد. طيب اوكي اوكي ثانيه واحده. على مهلك على مالك وانت ناجح. اركن انت واقف. والله حرام عليك، انت اللي بهدلهم وطلعني. يا انيسة شيرين، يا انيسة شيرين، يا انيسة شيرين. رايح فين يا استاذ؟ حضرتك انا مع الانسة اللي لسه داخله دلوقتي حالا قدامك. الانسة شيرين؟ لا شيرين ولا 21 ولا 22. لا شيرين ولا ايه؟ ولا 21 ولا 22. عجبتك؟ دي حلوه جدا. ربنا يخليك، انا كل يوم بقولها لها كده وما بتضحكش، ما حدش بيضحك عليها خالص. يبقى تعالى كل يوم اقولها لك وتضحك كده. ربنا يكبر بخاطرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. واسمك كريم ايه ان شاء الله؟ عابدين. ولا واحد وعابدين ولا اثنين وعابدين ولا جديده دي. اتفعلك ده انت دمك شربات. ربنا يخليك، ربنا يخليك. قول لي بقى اخ عابدين، انا هي داخلك كده اخش انا كده في شمال ولا؟ لا انت مش تخش شمال، انت تطلع يمين وتطلع دلوقتي حالا. يلا من هنا، يلا اطلع بره. والله انا هموت واشوف زكي بتاعكوا ده. امال لو ما جاش معاكوا ليه؟ مين قال لك ان هو ما جاش؟ امال هو فين؟ زوغت منه عند باب النادي عشان يحرم يتحداني. والله حرام عليك. كل ده عشان نطيت من على السور؟ هو انا نطيت سور اسرائيل ولا ايه؟ انا مستسلم، والمصحف الشريف مستسلم اهو. تحيا مصر. ده زكي. زكي زكي مين؟ ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ ما انت دخلتي وسبتيني. قمت نط من على السور؟ وانط من فوق السد العالي كمان. انت مسؤوليتي. طب يا جماعه يلا ننقله على العياده. لا لا انا اسفه يا زكي قوي. ألف لا بعد، لا بعد الشر عليك من الأسف. يا عم قوم بقى أنت تعمل لنا فيها حمامة. مين الدبدوب ده؟ قوموني. أيوة راح. بس خلاص أنا كويس، أنا كويس، سيبوني. كويس؟ سيبوني. إيه يا زيكو مالك؟ إيه بتوجعك كده؟ بتوجع بتوجع. طب وكده؟ بتوجع برضو جامد. ده أنا واضح إن أنا نزفت كتير قوي. معلش. عارفه لولا ان انا دراعي عريض شويه وانا كمان رحت منشف ايدي كده الرصاصه جت ضربت طلعت كده كان زمانها جت في مخي. ما انا خدت بالي. طب بص هحط لك مكروكروم. لا مكروكروم لا انا ما بحبوش. ليه؟ طعمه وحش قوي. هو انت بتشربه؟ مش بتشرب المكروكروم يا شيخ؟ عضتني عليك.
خضت عليا خضت عليا خضت. ايوه بس انت ما قلتليش برضو يعني انا البس ايه في المشوار بتاع بالليل ده؟ البس بدله؟ بدله ايه؟ احنا رايحين نسهر كاجوال يعني. كاجوال؟ طب انا يا دوب الحق اوصلك بقى واروح اجهز نفسي. تجهز نفسك في ايه؟ جهز نفسي لايه؟ انت فاهمه ان الكاجوال ده بالسهل كده مش لازم تراستا، ده انا هشرفك. اركبي. ايه اللي انت بتقوله؟ Scratch it. شفت الروشة؟ ايه يا ابني ده؟ ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ سبايكي، عامل سبايكي. عامل سبايكي؟ وعامل شعرك كده ليه؟ ايه؟ عشان جيلو. حاطط جيل يعني عشان بيقع على عيني. الناس دي بتسقف ليه؟ ده كاريوكي. بس المكان ده مش قد كده على فكرة. أنا لو أعرف كده كنت جيت عادي على فكرة، ما كنتش عملت سبايكي ولا حاجة. المكان ده مش قد كده ها؟ أمال إيه؟ طب يا أستاذ سبايكي، ثانية واحدة بقى. اتفضل. أوعى الكاريوكي يعضك. في هنا شاي بلبن؟ ها؟ إيه يا عم؟ بقول لك إيه، عندك أغاني إيه صعبة؟ عربي ولا أجنبي؟ أي حاجة إن شاء الله يا باني، أنا عايز الأغنية اللي غناها ما أعرفش أغنيها تاني. يا عم أنا عندي أغنية مهيبرة. صح كده، بقول لك إيه؟ شايف الجدع اللي قاعد هناك ده؟ آه. أنا عايزك بعد كده تروح تديله المايك. قول لي اسمه إيه وأنا أروقه لك على هوا. اسمه زكي. فول. قشطة عليك. بس عاملين شوية تتلس في التفاصيل هنا حلوة قوي قوي. عايز اسمع يا جماعه صفه كبيره قوي لزكي اللي هيغني لنا اغنيه روشه قوي قوي النهارده. فيكو يلا يا بنت. طب عندك اغنيه قوم بالليل لازم بالصبح؟ لا.